هل تؤثر الركلات الرأسية على أدمغة لاعبي كرة القدم؟ وفقا لدراسة حديثة نشرت في المجلة الطبية للأكاديمية الأمريكية لعلم الأعصاب في الأول من شهر فبراير، فإن اللاعبين البالغين الهواة الذين يقومون بالركلات الرأسية للكرة كثيرا غالبا ما يكونون عرضة لارتجاج الدماغ أكثر بثلاثة مرات من اللاعبين الذين لا يقومون بهذا النوع من الركلات. إن اللاعبين الذين تعرضوا لضربة في الرأس بمجمل مرتين أو أكثر خلال أسبوعين كانوا أكثر عرضة بستة مرات لارتجاج الدماغ من أولئك الذين لم يتعرضوا لأي ضربة ولو بدون قصد، كأن تضرب الكرة رأسهم منهم الخلف من الخلف أو كأن يصطدم رأسهم بركبة لاعب آخر. وكما قال كاتب الدراسة مايكل ليبتون الحاصل على دكتوراه في الطب من كلية ألبرت أينشتاين للطب في برونكس بنيويورك، هذه النتائج تظهر أن ركل الكرة بالرأس ترتبط بالواقع بأعراض ارتجاج الدماغ، وهو ما يتعارض مع دراسة حديثة تقترح أن التصادمات العنيفة هي المسؤولة عن ارتجاج الدماغ. وأضاف ليبتون: هذه النتائج تثير المخاوف حول الآثار طويلة الأمد لركل الكرة بالرأس، وتحتاج إلى المزيد من الأبحاث. تضمنت الدراسة لاعبي كرة قدم بالغين هواة لعبوا على الأقل لستة أشهر في السنة في أندية من منطقة نيويورك. لقد أكمل اللاعبون استبيانا على الإنترنت يوضح عدد المرات التي لعبوا فيها الكرة خلال الأسبوعين الماضيين، وكم مرة تعرضوا فيها لضربة غير مقصودة على الرأس، وكم مرة ركلوا فيها الكرة برأسهم. قسم المشاركون لأربعة مجموعات بناء على عدد المرات التي ركلوا فيها الكرة برأسهم، فكانت المجموعة الأولى مكونة من أشخاص ركلوا الكرة برأسهم بمعدل 125 ركلة خلال أسبوعين، بينما المجموعة الأخيرة كانت بمعدل 4 ركلات رأسية في أسبوعين، كما أنهم سئلوا عن أي أعراض تعرضوا لها جراء ضرب الرأس. وأشارت النتائج إلى أن عدد من المشاركين تعرضوا لألم بسيط كما صحبه قليل من وجع الرأس، كما كانت بعض الضربات مصحوبة بالإحساس بالدوخة أو إيقاف اللعب لطلب المساعدة الطبية. كما أن هناك بعض الحالات تضمنت فقدانا للوعي، وذلك من خلال تعبئة نموذج كل 3 أشهر. مجموع اللاعبين كان 222 أكملوا 470 استبيان، كانت نسبة الرجال 79%. الرجال ركلوا بالرأس ما معدله 44 ركلة خلال أسبوعين، بينما النساء كانت بمعدل ركلاتهم الرأسية 27. كما أفاد 37% من الرجال أنهم تعرضوا لضربة أو اثنتين بالرأس غير مقصودة، بينما كانت هذه النسبة في النساء 43%. من بين هؤلاء المشاركون كان 20% منهم تعرضوا لأعراض متوسطة إلى شديدة، 7 منهم قالوا أنهم تعرضوا لأعراض شديدة جداً، ومنهم أيضا كان هناك 6 أشخاص تعرضوا لضربة غير مقصودة في الرأس خلال الأسبوعين، 4 منهم كانوا في المجموعة الأولى التي ركلت بالرأس أكثر، و3 منهم كانوا بالمجموعة الثانية التي ركلت بالرأس أقل من الأولى مباشرة. إن هؤلاء الذين كانوا في المجموعة التي ركلت بالرأس كانوا أكثر عرضة لأعراض ارتجاج الدماغ 3 مرات من المجموعة التي كانت تركل رأسيا أقل ما يمكن. وكان اللاعبون الذين تعرضوا لضربة أو ضربتين غير مقصودتين على الرأس عرضة لهذه الأعراض أكثر ب6 مرات من أولئك الذين لم يتعرضوا لأي ضربة. هذه النتائج خضعت لمعايير حسب الكيفية التي ركلوا بها اللاعبين الكرة. العلاقة بين الركلات الرأسية والضربات غير المقصودة بقيت على حالها بعد أن قام الباحثون بالأخذ بعين الاعتبار السوابق التاريخية للاعب وعمره وجنسه. قال ليبتون أن أحد العيوب في هذه الدراسة هو أن المعلومات كانت تروى شخصيا من قبل اللاعبين، أي أنهم كانوا عرضة لنسيان العدد الدقيق لعدد مرات ركلهم رأسيا. كما أنه أوضح أيضا أن نتائج هذه الدراسة لا يمكن تطبيقها على اللاعبين الأطفال أو المراهقين أو اللاعبين المحترفين.